الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن هناك الكثير من التداعيات لتراجع أسعار النفط الأخيرة على الموازنة في العراق. وقال عضو اللجنة عدي حاتم إن العراق يتعامل مع تقلبات الأسعار منذ أكثر من عام، مع وجود عوامل ضاغطة بشكل قوي على البورصة مثل الانهيار الاقتصادي وأخرى تتعلق بانتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن أسعار سوق النفط ستبقى متقلبة للفترة المقبلة الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة جزء من العجز المالي في الموازنة. قال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن المناكفات بين الكتل السياسية على مسألة تغيير سعر صرف الدولار ستؤثر في حركة العرض والطلب، وأضاف أن التوقعات بشأن المستوى العام للأسعار سيتوقف عند نقطة مستقرة، وسبل العرض السلعي مفتوحة الآن على مصراعيها سواء من الناحية التمويلية أو بالعملة الأجنبية الثابتة في معدلاتها لتمويل التجارة الخارجية بمختلف أشكالها. حذرت شركة استشارات المخاطر فريسك مابل كروفت من أن التحول نحو الطاقة الخضراء يهدد الدول المنتجة للنفط التي تخلفت عن تنويع اقتصاداتها. وأوضحت الشركة أن الجزائر والعراق ونيجيريا ستكون من بين الضحايا الأوائل لموجة بطيئة الحركة من عدم الاستقرار السياسي ستبتلع مجموعة من الدول المنتجة للنفط في السنوات المقبلة. وأضافت الشركة أن معظم الدول المنتجة للنفط فشلت في تنويع بعيدا عن النفط، وأصبح بعضها أكثر اعتمادا على النفط منذ عام 2014. أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابي عدي الشعلان أن 90% من معامل العراق متوقفة عن العمل. وقال الشعلان إن المصانع العراقية المتوقفة لو تم تشغيلها لأصبحت قادرة على استيعاب 500,000 عامل بشتى الوظائف. وتسبب عوامل عدة في إغلاق الجزء الأكبر من مصانع ومعامل العراق في السنوات الماضية، أبرزها إغراق الأسواق بالمستورد وعدم وجود دعم حقيقي للصناعة الوطنية. أدى جنوح السفينة إيفر جيم في قناة السويس إلى إعاقة حركة الملاحة في كلا الاتجاهين في واحد من أكثر ممرات شحن السلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى ازدحاماً في العالم. وأعلنت هيئة قناة السويس تعليق الملاحة في قناة السويس لحين تعويم السفينة الجانحة، حيث توقفت قافلة من 13 سفينة في البحيرات المالحة قادمة من بورسعيد. من جانبها قدمت شركة شويكيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات عالقة في قناة السويس اعتذارا عن الحادث، معلنة أنها تعمل على حل الموقف. تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% مع عودة ظهور مخاوف بشأن الطلب على الوقود، إلى جانب عمليات إغلاق جديدة لتشفي جائحة فيروس كورونا. ونزلت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة 1.43% إلى $63.55 للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.62% إلى $60.19 للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً، إذ غذت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى $1,736 للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى $1,736.50 للأوقية. وتوقع خبراء أن يحصل الذهب على بعض مشتريات الملاذ الآمن الآن، ما يشكل تغييراً طفيفاً عن التوقعات السابقة بهبوطه. ختام الموجز بأمان الله.